طيب، وصولا بقى الى رئيس اللجنه المنظمه لبطوله، رئيس رئيس اللجنة اللجنه الاعلاميه المنظمه لبطوله اليد، العالم الهاندبول. يعني مش حاجه سهله، وبرضه حاجه انا شويه استغربت. طيب ثابت، انا عارف ان طول الوقت له علاقه بالكوره، ايه اللي وداك ناحيه اليد؟ اشرح لي بقى. هو يعني جه ترشيح انه انا امسك البطوله، اللجنه الاعلاميه والبث التلفزيوني. اللجنه الاعلاميه والبث البث التلفزيوني. التلفزيوني. وانا بالنسبه لي اي حاجه تخدم البلد انا يعني موجود فيها، ما عنديش اي مشكله، بالعكس بتشرف بده، وحاجه بالنسبه لي اصلا فخر ليا. يعني انا سعيد جدا ان انا اشتغلت في بطوله زي دي. فكان صديقي العزيز وزميلي طارق ديب كان شغال في البطوله في الفتره دي، وكان رشحني للجنه المنظمه. كلموني، قعدت معاهم، كابتن حسين لبيب قعدت معاه من اول مره، اقتنع جدا وقال بس هو انا عايز ثابت معاه. اولا كابتن حسين لبيب ده واحد من افضل الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي على المستوى المهني والانساني، لان الراجل ده بعيدا عن ثقته فيا في العمل اللي احنا ممكن نبقى فاهمينها لاسبابها، انت ممكن تبقى فاهم الشغل، هو عنده ثقه فيك، حاسس ان انت عملت شغل كويس، لما قعد معاك حاسس ان انت ورقك كويس. بس كمان على الناحيه الانسانيه هو كان راجل جدع جدا ومحترم جدا معايا، وانا بشهد له انه وقف معايا في اكتر من موقف، لان كان في ظروف كتيره في الفتره الاخيره وهو كان مصمم ان انا اكمل. وانا جيت في اكتر من فتره قلت له يا كابتن يعني ممكن ندي فرصه لحد تاني، قال لي لا انت مكمل معايا. فقعدنا واتكلمنا، وكلمت كابتن هشام نصر وكابتن مؤمن اشتغلنا وكابتن علاء السيد، وبصراحه يعني اسره الهاندبول ناس متماسكه ومترابطه، مترابطه وناس جميله كده وبسيطه، وحابه تسمع، ولو عندك حاجه بيعملوا لك سبورت. صحيح. يعني انا مش عايز اذكر بطوله كانت ناجحه جدا جدا الحقيقه، وعلى كل الاصعده، وده ادى رصيد للكل بما فيهم